في الكثير من الأحيان يشعر البشر برغبة في الابتعاد عن الآخرين، خاصة أثناء التواجد في شاطئ مكتظ وقطار وحفل موسيقي أو غيرها من الأماكن التي يتواجد بها الكثير من الأشخاص. وفي هذه الحلقة ستشاهدون أكبر تجمعات البشرية التي حدثت أمام الكاميرات. يتواجد هذا الشاطئ في مدينة تشينغداو الصينية، وهو يتميز برماله الذهبية الجميلة وأمواجه الهادئة، لكن العثور على مكان جيد هناك صعب جدا، لأن أكثر من 200,000 سائح يزورون الشاطئ كل يوم. خلال النسخة 49 من مهرجان كومبا ميلا عام 2019 تجمع أكثر من 120 مليون شخص في مكان واحد في الهند. إنه مهرجان يتم فيه التمسح بالمياه التي تم رمي رماد الموتى فيها، حيث يؤمن المشاركون في المهرجان أن ذلك يحمي أجسادهم وأرواحهم. يختار سكان المدن الكبرى الدراجات كوسيلة نقل لتجنب الزحام المروري، لكن الوضع مختلف في تايوان، حيث أن الدراجات النارية أيضا تسبب الزحام. من الواضح تواجد الآلاف من الأشخاص في هذا المكان. هل يمكنكم الشعور بالارتياح أثناء التواجد وسط هذا العدد من الأشخاص؟ التخفيضات في المتاجر الكبرى خلال الجمعة السوداء تؤدي لتزاحم الزبائن أمام باب المتجر حتى قبل افتتاحه. تنقل القطارات الهندية 30 مليون مسافر يومياً. أولئك المسافرون يركبون القطارات، يتشبثون بجوانبها، ويجلسون على السقف أيضاً. سبب الزحام هنا ليس كثرة الدراجات النارية فقط، بل أيضاً لكون هذه الدراجات النارية غير مناسبة للطرق الجبلية. جعلت الأمواج الصناعية الكثير من الأشخاص يفضلون الحدائق المائية على الشواطئ الطبيعية، وبذلك أصبحت تلك الأماكن مكتظة أيضاً. الوضع في الهند ليس مختلفاً. هنا نشاهد كيف تتزاحم النساء لركوب القطار في مومباي. هذا ما يحدث بمجرد أن تفتح محطة القطارات في بنغلاديش أبوابها، والاكتظاظ هنا لا يشمل القطارات فقط، حتى الشوارع مكتظة بالسيارات. من النادر رؤية الازدحام المروري في مدينة دبي، لكن السلطات تفكر جديا في إيجاد حل لهذه المشكلة. هذه البناية الضخمة أشبه بمدينة مستقلة، تم تشييدها لتكون فندقا، لكن بعد ذلك تغيرت الخطة وتم تحويل البناية لمجمع سكني، واليوم تضم البناية 20,000 ساكن. في كل خريف يتم تنظيم ماراثون الدراجات الهوائية في شارع الشيخ زايد في دبي. في العام الماضي وصل عدد المشاركين إلى 33,000 دراجة. في العادة يشتكي سائقو السيارات من الدراجات النارية على الطرقات، لكن الدراجين يمثلون الأغلبية على هذا الطريق، ولذلك لا يحق لسائقي السيارة التذمر. مفترق الطرق أمام محطة شيبويا في طوكيو، أحد أكثر الأماكن ازدحاما في العالم.
يمر حوالي 3000 شخص من هناك كل دقيقتين تقريبا، وخلال الاحتفالات يتحول الوضع إلى كابوس. والآن سنعود لقطارات مومباي مرة أخرى. إنها القطارات الأكثر اكتظاظاً في العالم، وحسب الإحصائيات فإن القطار المصمم لنقل 1700 راكب ينقل في بعض الأحيان عدة أضعاف ذلك الرقم. يتسع ملعب ويمبلي لحوالي 90,000 متفرج، وهو ثاني أكبر ملعب في أوروبا من حيث السعة. وهؤلاء الأشخاص تم تصويرهم بعد حضورهم لحفل غنائي نظمه المغني هاري ستايلز في الملعب. تتسع ملاعب كرة القدم لآلاف المتفرجين، ومعظم الملاعب الكبيرة تتسع لما يفوق 50,000 متفرج. نتساءل، كيف يمكن لكل أولئك الأشخاص مغادرة المكان بعد المباراة؟ خلال الحفلات الكبرى يتحرك الكثير من الأشخاص بحركات متناغمة وفقا للموسيقى، مما يجعل المشهد رائعا. يقصد حوالي 1,000,000 شخص مهرجان ريو دي جانيرو سنوي. يستمر المهرجان لعدة أيام، وخلال تلك الفترة يتوقف الناس عن العمل ويستمتعون بوقتهم تحت أشعة الشمس. عدنا مجددا إلى الحدائق المائية. رغم أن تلك الحدائق تضم العديد من المسابح والشواطئ الصناعية الكبيرة، إلا أنها تصبح مكتظة للغاية خلال فصل الصيف. وهنا نرى مترو الأنفاق في بكين. إنها أطول شبكة مترو أنفاق في العالم، وتحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد المسافرين. مهرجان المناطيد الهوائية في ألباكيركي بولاية نيو مكسيكو فريد من نوعه. خلال 9 أيام يتم إطلاق حوالي 600 منطاد في الهواء يوميا، وهي مناطيد بأشكال وألوان مختلفة. لا ينظم العمال الكثير من الاحتجاجات في الهند، لكن إذا تم تنظيم احتجاج فإنه سيلفت انتباه العالم بأسره. ما ترونه الآن هو مهرجان الصيد السنوي في مدينة أرجونجو النيجيرية. يسافر الصيادون من كل أنحاء البلاد للمشاركة في هذا المهرجان، والفائز هو من يصطاد أكبر سمكة. هذا كل ما لدينا اليوم، نراكم في حلقة أخرى. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.